دايما كده في كل فترة وبتلاقي في التاريخ في قوى عظمى متحاربة، ونقدر نقول ان بدايات القوى العظمى اللي كانت متحاربة وهو الصراع اللي كان قبل ما يكون ما بين الفرس والروم كان ما بين الفرس والإغريق. دايما كانت دي عبارة عن صراعات مستمرة ما بينهم، ولكن الحقيقة ان الصراعات دي كانت عاملة زي الشد والجذب، زي اللي بيمسك حبالة يشد من هنا والتاني يشد من هنا. كان الموضوع في انهاك للقوة بتاعتهم اكتر ما بيبقى فيه سيطرة، الى ان جه الاسكندر المقدوني وقضى على الموضوع ده وعمل تشكيل جديد للقوة في التاريخ كله. على كل حال النهاردة بنتحدث عن معركة هي من أقوى وأشرس المعارك في التاريخ كلها، اللي استمد منها فيلم 300 سبارتان، خاصة الجزء الثاني، وهي معركة سلاميس البحرية. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وبشكركم جدا جدا على تشغيلكم للفيديو. النهاردة بنتحدث عن معركة يا جماعة فعلا ملحمية قوية جدا، وهي معركة سلاميس البحرية اللي كانت في سنة 480 قبل الميلاد. بس علشان بقى نتحدث عن المعركة دي، ما ينفعش ان انا اجي لك مثلا، تخيل لو بحكي لك مثلا عركة او خناقة بين اتنين او بين عيلتين، ما ينفعش ان انا ابدا لك من الخناقة، يعني اقول لك اللي بيتخانقوا مع بعض، لا، ده الموضوع ليه بدايات. والبداية عندنا نرجعها شوية كده في سنة 490 قبل الميلاد، يعني سلاميس 480 قبل الميلاد، ولكن كان 490 قبلها بعشر سنين قبل الميلاد كان في معركة قوية جدا، وكانت هي تعتبر أول معركة بيحسم فيها العراق والصراع ما بين الفرس وما بين الإغريق، وهي كانت معركة ماراثون. ومعركة ماراثون المخلدة تاريخيا بنبتدي من قبلها كده في سنة 556 قبل الميلاد تحديدا، وكان عندنا الملك سيروس اللي هو كورش الأول اللي تولى الحكم من بعد والده، كان هو حاكم أو ماسك إقليم اللي هو إقليم أنشان، ده في ناحية فارس كده. إقليم أنشان ما كانش ساعتها لسه المملكة الفارسية بالحجم اللي انت متخيله. أول ما بدأ كان في طبعا الإمبراطورية والحضارة كانت عندنا ميديا، وكان الميديون أو الميديين هو كورش حاطت عينه عليها، سيروس عايز ياخدها بأي شكل، وفضل لمدة يهجم عليهم لغاية ما استولى عليها، وقعد لمدة 3 سنين. 3 سنين ديت بيكبر وبيكون في الإمبراطورية الفارسية اللي موجودة، فضل لمدة 25 سنة كورش الأول يكبر من الإمبراطورية الفارسية، ياخد من هنا جزء وياخد من هنا جزء. وطبعا كان دخل على مصر، ولما كانت مصر تحت حكم الفرس، بس كانت بقى ممتدة لفين بقى عندنا؟ كانت ممتدة من نهر الهندوس بالهند ببلاد فارس بالبحر المتوسط بمصر بالشام لغاية حدود آسيا الصغرى، واخد الإقليم ده كله بما فيهم كمان بقى منطقة أوزبكستان وأذربيجان وقزوين، كل المنطقة دي كانت تبع بلاد فارس. وطبعا كورش مات وجي بعد 25 سنة، وكان مات في أحد المعارك، وجي من بعده داريوس أو ابن اللي هو المعروف باسم دارا جي بقى من بعده، كان له مفاهيم تانية، كان عاوز ان هو ياخد توسعات اكتر. كانت الحدود اللي ما بين الاغريق وما بين بلاد فارس كانت في دويلات بقى عنده، وكان في دويلة اسمها ايونيا، وايونيا كان عايش فيها اغريق وكان موجود فيها اغريق ولكن تحت حكم الفرس، ودي بقى اللي هي المنطقة الحدودية ما بين فارس وما بين الاغريق. الايونيين اللي هم بتوع ايونيا كانوا بيتمردوا على فارس وبلاد فارس، وكان بيتمردوا دايما على حكم دارا، وجوم وعملوا ثورة في سنة 512 قبل الميلاد، ورجعوا عملوا بقى بعدها واحدة أشد كمان في سنة 499 قبل الميلاد. مش عارف بقى يخلص منهم، فاضطر ان هو يحرك جيش على
علشان يخلص على الثورة دي، وفعلا أخمد الثورة دي. ولكن أهل أيونيا استنجدوا في الإغريق، تعالوا الحقونا. ما احنا بقى بنحكي الصراع أصلا أوله منين، الصراع ده من أوله من هنا. جموا راحوا بعتوا للإغريق وقالوا لهم الحقونا، والإغريق بعتوا لهم 20 سفينة مساعدة. ده بالإضافة أن كان في دويلة اسمها أرتيريا، وأرتيريا برضو بعتت لهم مساعدات، إلا أن دارة انتصر عليهم. ولكن كان خلاص عايز ينتقم منهم، ولكن حصلت عاصفة وهدلت كتير قوي في السفن الحربية بتاعه. ولكن فضل متروي وقال ماشي انا هحضر لهم بقى التحضيرة الكبيرة، وفضل حاطط الموضوع في دماغه وعايز يهجم على كل الدويلات اللي من الإغريق اللي ساعدت أيونيا في إن هم يقفوا قدامهم في الثورة، وحط بالذات أرتيريا ودويلات الإغريق دي في دماغه. وجي في سنة 492 قبل الميلاد، وراح هاجم بقوات كبيرة على ثيروس ومقدونيا، ودخل فيهم وبقى بيقتل وبيحرق في المدن بدون أي رحمة. الجيش الفارسي كان عمال بيكبر وبيتوسع، وهو داخل ما عندوش تفاهم خالص. الموضوع وصل لدويلات الإغريق وحكام الإغريق، وهنا بالرغم من أن الإغريق كان دايما معروف الصراع اللي ما بين سبارتا وأثينا، إلا أنهم لازم يقفوا وقفة كبيرة. وهنا كان تحرك دارة بالجيش بتاعه، وكان بعد بقى كام 20,000 من المشاة ومعاهم 1,000 فارس. ال1,000 فارس دولت بقى متحركين رايحين ناحية أثينا. هو كان ما بينهم وما بين أثينا مسافة مش كبيرة، حوالي 5، ده كان بقى احنا هنا عند سهل ماراثون، وقفوا عند سهل ماراثون بينهم وما بين أثينا حوالي 25 ميل. وراح مركز قواته في المكان ده ليه؟ لأن بقيت قواته في أرتيريا، فهو مش عايز يدخل بالقوات دي بس، مستني الدعم الفرس دارة، مستني القوات بتاعته اللي في أرتيريا تيجي وتساند القوات بتاعته اللي واقفة في السهل بتاع ماراثون. في نفس الوقت كانوا الأثنيين بعتوا حركوا 10,000 من المقاتلين وبرضو وقفوا هناك عند السهل، وفي نفس الوقت بعتوا الإسبارتا تعالوا انجدونا عايزين مقاتلين من عندكم. معروفين طبعا سبارتا والإسبارتيون كانوا عايشين حياتهم عشان يكونوا مقاتلين، فبعتوا واحد كان اسمه فلابيدس. فلابيدس خد الرسالة من سهل ماراثون وقطع مسافة كبيرة تقدر ب 150 ميل في المدة يومين، ووصل إلى أسبرتيون وقال لهم تعالوا عشان تلحقونا وتنجدونا. الأسبرتيين بقى عندهم المعتقدات الدينية، قالوا له لا ما نقدرش إن إحنا نجيلك غير لما الأمر يكتمل، لأن دي المعتقدات الدينية عندهم في الأسبرتيون. فراح راجع تاني في ليبيدس ال150 ميل في يومين اتنين برضو، وراح مبلغ بعد ما الأمر هيكتمل هيجوا، لكن قبل كده مش هيقدروا يجوا خالص. ولكن كل واحد فيهم واقف مستني. أصبح هنا ملشدس اللي هو قائد الأثينا وقوات الأثينا واقف منتظر وبيقول يا رب يخلق يجي بقى الأمر عشان قوات أسبرتا تيجي، وفي نفس الوقت دارة موقف القوات بتاعته، واقفين في مرحلة دفاعية ومحدش فيهم عايز يهجم إلا لما القوات بتاعته تبقى قوية ومكتملة. ولكن بعد 9 أيام وكله محلك سر، فوجئ ملشدس إن ال1,000 فارس اللي من الفرس مش موجودين. وطبعا كانوا معروفين ان الفارس غير الجنود العاديين، الفرس عندهم 1,000 فارس وعندهم 20,000 مقاتل من المشاة، ولكن دايما الفرس على الحصنة واقوى وامهر، ولكن ما لقاش ال1,000 دولت موجودين. اقاويل بتقول ان هما كانوا بيعملوا زي حملة استطلاعية ناحية اثينا، واقاويل تانية بتقول ان هما كانوا رايحين يجيبوا مياه عذبة. في كلا الحالتين ملشدس قائد اثينا وقائد الجيش الاغريقي انتهز الفرصة وراح هاجم مرة واحدة، هاجموهم بالسهام وبالرماح وبالتروس وبالسيوف، هاجموهم من الاجنحة، قدروا ان هم يحصروهم ودخلوا على قلب الفرس وقدروا ان هم ينزلوا بيهم هزيمة ساحقة. عدد الجيش الفارسي كانوا 20,000 من المشاة، مات من الفرس 6,000 واحد،
كانوا مغطيين منطقة ماراثون كلها وسهل ماراثون كلها. في الوقت ده بعد ما انتصر الإغريق جالهم بقى الإسبرتيين، كان مر بقى العشر أيام، بعد التسعة أيام يوم كمان جالهم الإسبرتيين ووجدوا الانتصار اللي عمله الإغريق زمايلهم على جيش دارا. ولكن طبعا كان دارا انسحب بالجيش بتاعه وكان لقى الجيش بتاعه اللي كان موجود في أرتيريا، فكان بقى دارا عايز يلف يعمل لفة ويهجم على أثينا. فطن ليها الإغريق، تحرك الإغريق والإسبرتيين عند أثينا، ولكن دارا اكتشف ان هو ان الإغريقيين والإسبرتيين سبقوه وكانوا مستنيينه هناك، فاضطر ان هو ينسحب. طبعا معركة ماراثون، مش هننسى ماراثون نفسه والمعركة والجندي اللي كان جري 25 ميل عشان ينبئ أهله بالنصر، وعندنا هيرودس لما روى القصة. وأصبحت المعركة دي هي أول من أولى المعارك اللي بتخلد في تاريخ الإغريق، ودي كلام ده كان في سنة 490 قبل الميلاد، اللي بيمهد عندنا لمعركة قوية وشرسة وأشرس، وهي معركة سلامس اللي كانت في سنة 480 قبل الميلاد. Marathon. The Persian king Darius, annoyed by the notion of Greek freedom. الحقيقة ان داريوس او دارا خد معركة وخد علقة كبيرة قوي في سهل أثينا، ودي كانت لا تنسى، فحطها في دماغه داريوس وكان عاوز يرجع تاني ويهزم الإغريق مرة تانية، أو يحاول إنه هو ينتقم، عايز يرد كرامته يا أخي قدام جيوشه وقدام بلاد فارس كلها. وكان في الوقت ده هو طبعا كان محتل مصر. دارا هو كله احتلال، ولكن كان أرحم شوية من ابنه اللي بعده. بمعنى إيه؟ إن ما كانش عنده الوقت الكافي إنه يعاود تاني ويهجم على الإغريق بسبب التمردات اللي كانت بتحصل، بالرغم من إنه هو بقى كان بيحاول إنه هو دارا يجذب روح المصريين شوية من خلال العجل أبيس وسيرابيوم وهكذا وهكذا، ولكن المصريين دايما كانوا بيرفضوا أي احتلال تام. ولكن جينا في سنة 486 قبل الميلاد ومات دارا، وجي من بعده ابنه اللي كان أسخل وأدل، وهو كان أحوشيروش اللي هو طالع عندكم في فيلم 300 سبارتان، 300 محارب. وسبق قبل كده واتكلمت في القصة بتاعت إيستر وعملت فيديو كامل عنه مما كان مع إيستر. ولكن على كل حال أحوشيروش ده كانت معاملته زي الزفت مع الكل يعني، ولكن أحوشيروش قعد وجهز يعمل جيش جرار كبير جدا يهجم بيه على الإغريق علشان ينتقم للهزيمة بتاعته. وفي معظم المصادر اللي موجودة انه جهز 1,200,000 محارب ومقاتل من كل أنحاء البلاد، من كل أنحاء الشرق، جاب 1,200,000. بعض الأقاويل بتقول، عشان بقى طبعا الإغريق عايزين يعززوا النصر بتاعهم، قالوا إنه هو وصل 2 مليون، ولكن ده طبعا غير رقم مبالغ فيه جدا. هو معظم المصادر بتقول، طبعا ما تنسوش تلاقوا إن المصادر في شرح الفيديو، معظم المصادر بتقول إنهما كانوا 1,200,000 وساحب معاه 1,200 سفينة حربية، يعني هو رايح يغزو أوروبا والعالم كله، رقم كبير جدا. عارف طبعا بقى كل الإغريق أثينا وسبارتا كلهم قرروا ان هم يتحدوا علشان يقابلوهم، ولكن ثيمستكليس قائد الجيش الإغريقي فطن ان هو لا يمكن هيعرف ان هو يقاوم المقاومة امام الجيش الجرار ده. ثيمستكليس عارف ان احنا لا يمكن هنهزمهم بالطريقة دي، طب هنهزمهم ازاي؟ قالك ان كل الجيش الجرار ده فيه سفن عليها تموين وعليها الاغذية وعليها كل حاجة اللي بتمون الجيش ده، وعلشان كده كل المؤرخين قالوا لا يمكن ان هو كانوا 2 مليون، لان ما فيش القدر الكافي، لا يمكن ان عدد السفن دي يكون فيها القدر الكافي انها تمون اكتر من 1,200,000. ولكن ثيمستكليس اقترح حاجة، قال ان احنا نروح على جزيرة سلاميس ومن هناك نعمل معركة بحرية ونحط عليها قوتنا المشاة وقوتنا البحرية، بحيث ان احنا نهجم على السفن البحرية والسفن اللي بتمون الجيش ده، فحيصل بعد كده ان هما يتساقطوا واحد ورا تاني اللي ما فيش اكل ولا في اي حاجة. وفي نفس الوقت راح 300 محارب سبارتي في ممر، كان اللي هو ممر اللي هو ثيرموبايلي، الممر ده ثيرموبايلي اللي اتعمل عليه في الجزء الاول من فيلم 300 محارب او 300
100 سبارتان، وكان بيساندهم كمان 1100 محارب من القوات من بروشيين، يعني دولت برضو تبع الإغريق. ولكن بالرغم من أن البروشيين وال300 محارب سبارتي فعلا تاريخيا قاوموا مقاومة شرسة، ولكن مش بنفس اللي احنا شفناه في الفيلم بصراحة. ولكن على كل حال ده كان الممر الرئيسي لأحشيروش بقواته أنه يدخل على أثينا. كان الأثينيين والسبارتا والإغريق سابوا قوات بسيطة في أثينا، إلا أن أحشيروش دخل بقواته حرق في أثينا وسبي وقتل ودمار لكل اللي موجودين في أثينا. هو كانوا رايحين على جزيرة سلاميس علشان أن هم ينتصروا عليهم من البحر، وبالفعل الإغريق كان عدد السفن بتاعتهم كان تلتهم، كان حوالي 300 عامة. في كل حال جه أحشيروش بقى وراح عمل العرش الذهبي بتاعه فوق قمة جبل إيجوليس. من فوق قمة جبل إيجوليس يقدر يتفرج وقاعد كده قدامه مشهد بانوراما وهو في مخيلته وهو بيشوف 1200 سفينة وهي بتدمر 300 سفينة الإغريقية. أحشيروش فوجئ إن حصلت عاصفة قوية، الكلام ده احنا بنتكلم في سنة 480 قبل الميلاد، حصلت عاصفة قوية وراحت مدمرة من السفن، ولكن دمرت ما يقرب من 200 سفينة. اتفضل للفرس 1000 سفينة قدامها 300 سفينة من الإغريق. ولكن بصراحة ثيمستوكليس كان بارع جدا وكان ذكي، دي رقم واحد. رقم اتنين، الفرق ما بين جيش الفرس وجيش الإغريق ان جيش الإغريق هنا سواء الاسبارتا او اثينا او كل الدويلات الإغريق كانوا مؤمنين ان هم لو ما فازوش المعركة دي كل اهاليهم هتحتل، كل بلاد الإغريق هتحتل. كانت لو كان أحشيروش فاز فيها كانت أوروبا دي هتتمتع بالثقافة الفارسية في الوقت ده، فكانت المعركة بالنسبة لهم معركة حياة وموت، معركة بقاء ليس أكثر. الحاجة الثالثة، بالرغم من أن القوات بتاعة الإغريق 300 سفينة بس، ولكن كانت بتعتمد على حاجة اسمها المجداف الثلاثي، كانت أكبر في الحجم وكانت أخف وأسرع كمان في نفس الوقت. فبالتالي دخلت القوات بتاعت فارس وعملوا الشكل الهلالي، وده كان المتبع ساعتها في المعارك البحرية. إلا أن فوجئوا بالتلتمائة سفينة بتاعت الإغريق دخل عليهم دخول مباشر في القلب، ويدخلوا ويضربوا في القلب ويضربوا في القلب، بقوا من الجنود والجيش بتوع الإغريق ينزلوا على السفن، وكان أحشيروش من فوق السفينة في ظرف 8 ساعات بيتفرج على ما يقرب من تلت قواته وهي عمالة بتغرق. السفن بتاعته كانت بتغرق بشكل كبير، وانسحب فيها أحشيروش وانتصر الإغريق انتصار كبير في اليوم ده في معركة سلاميس البحرية، اللي هي تعتبر واحدة من أقوى المعارك التاريخية ومن أشرس المعارك، واللي برضو كانت تكملة لمعركة سهل ماراثون. ومن هنا أصبح الإغريق امتدوا أكتر وأكتر، وأصبحت الدويلات اللي على الحدود مع فارس ليها استقلال وليها قوة. وده الأمر احنا بنتكلم في 480 قبل الميلاد، يعني بعد كده ده الموضوع بقى اللي سهل وفتح المجال بعد كده بعشرات السنين انه يجي الاسكندر المقدوني ويدخل بعد كده على العالم الشرق كله ويتوسع ويدخل على بلاد فارس. اتمنى ان المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. تنساش بقى لو عجبك الفيديو حضرتك تدوس لايك على الفيديو، ولو اول مرة تشرفني بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. واشوفكم على خير، السلام عليكم.